إليك يا رب وحدك نرفع صلواتنا هذه إلى قلبك الحنون الطيب، إلى عشرتك التي اختبرناها وعرفناها، إلى محبتك، إلى حنانك، إلى ماضيك الحلو معنا، إلى وعودك لآبائنا القديسين، إلى كلامك الجميل الذي قلته في الإنجيل: إني نقشتكم على كفي. إلى كل هذا يا رب نتوجه طالبين رحمتك. أنت يا رب الطيب، أنت الشفوق، أنت الحلو وحدك، أنت الحنان وحدك، أنت الحب وحدك. نطلب إليك يا رب أن تحفظ شعبك، أن تحفظ كنيستك، أن تحفظ كل فرد واقف معنا، وأن تحفظ كل ابن من أبنائك غائب عنا أيضا. احفظنا يا رب من كل شر، من كل خطية، من كل عثرة، من كل سقوط، من الخفيات والظاهرات. نطلب إليك يا رب أن تصنع معنا رحمة كعظيم رحمتك، وأن تعطينا قلوبا نقية، قلوبا مملوءة من محبتك، قلوبا ملتصقة بيك. بارك يا رب علينا، وبارك على العالم كله. نجهي من الحروب والكروب، ومن الزلازل والبراكين، ومن الشقاء، ومن العداء، ومن كل أمر رديء. بارك يا رب على بلادنا، بارك على إخوتنا في الخارج، بارك على كل الكنائس التي ترفع أصواتها إليك. اسمع يا رب كل صلاة، واستجب من عرشك المقدس. استمع يا رب إلى كل طلبة، إلى كل صرخة ترتفع إليك. استمع يا رب من عرشك المقدس واستجب للكل. يا رب اعطي نعمة للجميع، اغفر يا رب للكل، اعطي نعمة لكل احد. لا تحجب وجهك عن انسان، ولا ترد رحمتك عن مخلوق. ابسط يديك الواسعتين وضم الكل في حضنك. اعطينا يا رب ان نفرح بيك، اعطينا يا رب ان نسعد بيك، اعطينا يا رب روحك القدوس يتمشى معنا في كل خطوة، ويبارك لنا في كل عمل. اعطينا فهما وحكمة، اعطينا نعمة خاصة. بارك يا رب على شعبك، بارك عليهم، املأ قلوبهم من حبك، اعطيهم قوة ومعونة. اخيرا يا رب نشكرك على كل حال، ومن اجل كل حال، وفي كل حال، بشفاعة جميع قديسيك، وبشفاعة القديس ماري مرقس، والقديس العذراء أولا وأخيرا. اسمعنا حينما ندعوك بدالة البنوة، ونقول في شكر: يا أبانا الذي في السماوات.